خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعم الفائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن، وشكرا للمتابعين. Design Table، تصميم طاولة عن طريق برنامج Solidworks. هذه الطاولة التي سوف ننجزها بشكل ثلاثي البعد. التعليم الأساسي المكتسب ضمن الفيديو هي Weldments، أي لحام قطع مع بعضها البعض، و 3D Sketch. هذه مساقة الطاولة وموضحة عليها الأبعاد الأساسية. نستخدم قضبان مربعة، أي السماكة 4 ملم، وطول كل ضلع 80 ملم، وأطوالها حسب المطلوب في مثالنا 1200، 2500، 1500 ملم. نفتح بارت جديد، نختار المستوي فرونت بلين ثم سكيتش، ونختار سنتر ريكتينجل، وبذلك نرسم مستطيل مركزه مبدأ الأحداثيات، ونحدد أبعاده 1500 ل 2500 ملم ثم اكسيت سكيتش. نختار 3D سكيتش ونرسم 4 خطوط متوازية وعمودية على المستطيل السابق انطلاقا من رؤوسه. نحدد الخطوط المستقيمة ونجعلها متساوية equal، ونحدد طولها 1200 ملم. لإنشاء قضبان ملحومة نختار weldments ثم structural member، ونحدد أضلاع المستطيل. من type نختار square tube، وذلك لتحديد نوع البروفايل. ثم من size نختار الطول 80 والعرض 80 والارتفاع 4 لتحديد أبعاده. وضمن groups نختار new group، وذلك لتشكيل مجموعة جديدة، ونختار الخطوط المستقيمة المشكلة للأرجل. نختار السطح العلوي لأحد البروفايلات ثم نرسم مستطيل مركزي، ونحدد أبعاده 2500 ل 3500 ملم. ثم نختار من Features، نختار Extruded Boss بقيمة 20 ملم. من Color Appearances نختار Glass، أي زجاجية، ثم Gloss ثم Blue Glass لتأخذ مظهر زجاج أزرق. نغير ألوان أرجل الطاولة حسب المطلوب. وبالتالي نكون قد صممنا الطاولة المطلوبة.